مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المحلية من قناة أشروق ونستهلها بالعناوين. رئيس الوزراء يتفقد النازحين بشمال دارفور ويتعهد ببسط الأمن وإحلال السلام. تحالف شباب وفئات المجتمع يقود مبادرة مجتمعية لتعزيز عملية السلام بالبلاد. جمعية سيما السودانية تقدم خدمات علاجية مجانية لمرضى العيون بأبدة والخرطوم بحري. أهلا بكم. تعهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بإحلال السلام في دارفور وتحقيق مطالب النازحين، وأكد خلال مخاطبته العاملين بجامعة الفاشر مساعي الدولة لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة للعبور بالبلاد إلى بر الأمان. ووصف حمدوك خلال مخاطبته النازحين بمعسكر أبو شوك مطالب النازحين بالعادلة. إلى ذلك طالب النازحون بأهمية بسط العدالة وإخلاء مناطقهم مما سموهم بالمستوطنين الجدد، ونزع أسلحة الميليشيات وإفساح المجال للمنظمات الإنسانية وتسليم رموز النظام السابق للمحكمة الجنائية الدولية. هذا وتفقد رئيس مجلس الوزراء مستشفى الفاشر للطوارئ والمستشفى التعليمي ومستشفى الفاشر جنوب، إضافة إلى مسجد الفاشر العتيق. أكد الأمين العام لجمعية سيما نزار محمد إدريس أن الجمعية تقدم خدماتها العلاجية لمرضى العيون بأم درمان والخرطوم بحري مجانا، وذلك بالتعاون مع منظمة أطباء حول العالم. وكشف خلال تدشين المخيمات العلاجية بمستشفى سيما بأمبدة وبحري أن الجمعية بصدد إجراء 1000 عملية علاجية لمرضى المياه البيضاء لحالات تم تحديدها بالخرطوم والمناطق المجاورة، وثمن دور لجان الأحياء ومنظمات المجتمع المدني التي أسهمت في إنجاح عمليات المخيم. هذا المخيم يجيء بالتضامن مع منظمة أطباء حول العالم، هذه المنظمة التي تشاركنا كثير من البرامج والمشروعات التي نقوم بها في أطراف السودان المختلفة. ويجيء هذا المخيم لإجراء 1000 حالة جراحية مختلفة في مجال جراحة العيون، ولكن معظمها في مجال المياه البيضاء. بدأت العمليات بحمد الله الآن داخل غرف العمليات بمستشفى سيما، ستجرى في أمبدة 500 عملية جراحية. أكدت مسؤولة قسم الإسكان والأراضي بالإدارة العامة لاقتصاد الهجرة انتصار عثمان الشريف أن الحكومة طرحت حزمة خدمات للسودانيين العاملين بالخارج في مقدمتها خدمات الإسكان، وجددت خلال ندوة حول إسكان السودانيين العاملين بالخارج بحضور ممثلي ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان، البحر الأحمر، الشمالية والجزيرة. جددت التزام جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج بتقديم خدمات أساسية من شأنها تحسين واقع السودانيين العاملين بالخارج، داعية قطاعات الإسكان والأراضي بالولايات بطرح خدمات متميزة في قطاع الإسكان لتلبية طلبات المغتربين. الهدف الأساسي من قيام هذه الورشة، هذه الورشة تزامنت مع السياسات العامة في الدولة عموما، يعني اللي صاحبت كثير من المغتربين بدول المهجر، وخصوصا طبعا احنا عندنا أكبر ثقل بالنسبة للمغتربين اللي هي في المملكة العربية السعودية، فبالتالي يعني فرض الرسوم الزايدة كانت عليهم أدت إنه كثير من المغتربين إنه اللجوء اللي هي الاستقرار أو العودة النهائية بالبلاد، ده كان القرار بالنسبة للمغترب. يقود تحالف شباب وفئات المجتمع الثوري مبادرة مجتمعية لدفع عملية السلام وتحقيق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة. وقال رئيس التحالف عبد الرحمن عبد الله في مؤتمر صحفي بالخرطوم إن المبادرة تحشد الجهود الوطنية لدعم خطوات تحقيق السلام الشامل بالبلاد، وذلك بالتركيز على تعزيز ثقافة السلام وتفعيل دور الشباب لدعم عملية السلام، داعيا الحكومة وحركات الكفاح المسلح إلى المرونة لتحقيق السلام. وقال إن التحالف الذي يضم 36 كيانا ومؤسسة بصدد عقد مؤتمر خلال شهرين بحضور خبراء ومفكرين لدعم جهود العملية السلمية بالبلاد.
في البدء اول حاجه بندعم عمليه السلام في الاطار الكلي، يعني بندعم عمليه السلام في الاطار الكلي من الناحيه التوظيف بتاعت كل الطاقات بتاعت الشباب اللي بتعمل في هذه العمليه بتاعت السلام. ايضا تقدم اوراق عمل كثيره جدا في هذا الموضوع، بتشمل في عمليه تعزيز ثقافه السلام، تتكلم عن دور المراه، تتكلم عن التنميه الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه وكافه قضايا التنميه المستدامه. استعرضت قوى إعلان الحرية والتغيير ملامح عمل السلطة التنفيذية وما يجب إنفاذه خلال الفترة القادمة. وقال المتحدث الرسمي باسم الحرية والتغيير وجدي صالح إن أبرز ملامح عمل الفترة الانتقالية ينحصر في إعادة بناء المنظومة الحقوقية وحكم القانون وإقامة المؤتمر الدستوري الشامل لحسم كافة القضايا وتكوين لجنة الدستور، بالإضافة إلى التزام الدولة بتحقيق التنمية ودعم التعليم والصحة والإسكان ووقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية، وعمل ترتيبات أمنية نهائية مكملة لاتفاق سلام عادل وشامل. إعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استغلال القضاء وسيادة القانون، العمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز والاضطهاد الذي تتعرض له، تحسين علاقات السودان الخارجية وبناؤها على أسس الاستغلالية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور مع إيلاء أهمية خاصة للعلاقة مع أشقائنا في دولة جنوب السودان. نظمت قوى الحرية والتغيير ندوة سياسية بمحلية العباسية بجنوب كردفان تناولت الوضع الراهن في البلاد. وقال عضو الحرية والتغيير معاوية حامد شداد في تصريحات للأجهزة الإعلامية إنهم سيقومون على احتياجات وتطلعات المواطنين، مؤكدا على أهمية وحدة أهل السودان والعبور بالثورة إلى مقاصدها النهائية. وثمن دور الولايات في نجاح الثورة والتي أزالت نظاما جثم على صدر أهل السودان سنين عددة مارس الظلم والتهميش خاصة في المناطق البعيدة. طالبت لجان المقاومة بحاضرة ولاية الجزيرة بتحسين الخدمات الأساسية بالولاية، خاصة توفير الخبز الذي بات يشكل هاجسا للمواطنين، إضافة إلى تدني خدمات الصحة بالمستشفيات، بجانب تدهور عمليات إصحاح البيئة المتمثلة في عدم وجود مكبات للنفايات ومحارق بالمستشفيات. وقد قامت اللجان وبعثت بمذكرة لرئيس القضاء بولاية الجزيرة طالبت عبرها بأحداث تغيرات في المناصب التنفيذية بما يحقق استقرارا عاما في مجال الخدمات المختلفة. نظم تجمع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بالسودان سيمينارا حول مشروع استراتيجية منظمات العمل الطوعي. وقال الأمين العام للتجمع بالسودان نادر عبد القادر إن السيمينار يهدف لتطوير قدرات المنظمات وتحفيزها للعب دور أشمل وفاعل في المجتمع من خلال تبنيها لبرامج ومشروعات تنموية وخدمية وتنفيذها في خطط أو وفق خطط استراتيجية مدروسة لتجويد الأداء ونوعية الخدمات المقدمة. وأضاف أن تجمع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بالسودان لديه تنسيق وشراكات مع عدد من التجمعات الدولية، وقد تم تأسيسه بعدد 30 منظمة، وأصبح الآن يضم عدد 160 منظمة تحت لوائحه. هذا السيمينار يتحدث عن كل الاستراتيجيات التي تخص التجمعات ومنظمات المجتمع المدني في تأهيلها على أساس أنها هي تكون الرافعة الحقيقية والمطور الحقيقي بالنسبة لمساعدة الدولة في برنامجها الإسعافي للسياسات البديلة من خلال وعي وتطوير معظم ورفع الطاقات بالنسبة للأفراد ومؤسسات المجتمع المدني. مشاهدينا، النشرة المحلية متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. تدشين الحملة الجزئية للقضاء على مرض الحمى الصفراء بولاية الخرطوم. مشاهدينا، أهلا بكم من جديد في النشرة المحلية بعد الفاصل.
دشنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم الإدارة العامة لتعزيز الصحة بالتعاون مع الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية، دشنت الحملة الجزئية للقضاء على مرض الحمى الصفراء. وقال أسامة أحمد عبد الرحيم مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم إن محلية أم بدة من أكثر المحليات الأكثر كثافة سكانية، موضحا أن مرض الحمى الصفراء مرض فيروسي من الأمراض المستوطنة في قارة إفريقيا، ويصيب سنويا حوالي 200 ألف شخص، ويتسبب في وفاة 3000 شخص، وتستهدف ولاية الخرطوم حوالي 7,500,000 مواطن موزعين على 2500 مركز ثابت ومؤقت بعمالة تصل إلى 1000 شخص بمحليات الولاية السبع. الحملة إن شاء الله تعالى هتستمر لمدة 10 أيام. المستهدف بتاع التحصين في الولاية اللي هم الأشخاص من بين عمر 9 شهور، أكبر من 9 شهور ولحد عمر 60 سنة. المستهدفات كبيرة جدا جدا، تبلغ عددها أكثر من 7,500,000 مواطن ومواطنة من سكان ولاية الخرطوم. وزي ما أنتم عارفين أنه المرض بتاع الحمى الصفراء من الأمراض المهمة جدا والأوبئة الموجودة خاصة في أفريقيا في عدد من الدول، ونحن يعني ولاية خرطوم خاصة وكالسودان عامة لابد لنا أن نتخذ ما يضمن من الإجراءات اللي هو تمنع لنا انتشار المرض ده. المرض ده غير أنه مسبب أساسي للوفيات، عندنا 200 ألف حالة سنويا في أفريقيا فيها وفيات 30%، غير ده عنده أثر اقتصادي كبير جدا جدا على اقتصاد الدول. بدأت بالقضار فعاليات المخيم العلاجي الخيري الذي تنظمه أمانة شؤون المرأة بالاتحاد العام لنقابات عمال ولاية القضارف، والذي يضم عيادات متخصصة في مجال العيون والباطنية والنساء والتوليد بالإضافة لعيادات الأطفال. وقالت إيمان طه الجزولي أمين أمانة المرأة بالاتحاد إن الهدف من هذا المخيم تخفيف الضغط على العاملين وأسرهم من حيث توفير الاستشارة والعلاج المجاني وإمكانية الاستفادة من خدمة التأمين الصحي في حالة الإحالة للمستشفيات أو إجراء العمليات الجراحية. خدمة قصدنا بها كل العاملين، نحن كاتحاد عمال بالولاية تفاصيل حتى العلاج عشان لكل عامل عملنا باستمرار حق التأمين الصحي، وخصصنا صيدليات لخدمة هذا المعسكر. نتمنى الخدمة تصل للجميع، ونكون إن شاء الله أرضينا عاملنا بالولاية كاتحاد، ونحن بنتبنى مشاكلهم وتفاصيل مشاكلهم، كان صحية كان اجتماعية كان اقتصادية، إن شاء الله هنكون لهم خير معين بإذن الله. نظمت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بقطاع الثقافة والإعلام بوزارة التربية والتوجيه بكوستي منتدى الثقافة والإعلام الشهري لمناصرة قضايا التعليم في ظل الأزمات. وأكد مدير عام وزارة التربية والتوجيه اهتمام حكومة الولاية بالعملية التعليمية وتوفير المعينات التي تحقق الاستقرار في المدارس، وقال إن السيول والفيضانات التي تعرضت لها الولاية أدت لانهيار عدد كبير من المدارس، مشيدا بقطاع الثقافة والإعلام لاختياره لموضوع المنتدى لأهميته وعكسه لقضايا التعليم والمجتمع بالولاية. أعقد الآن المنتدى الأول لقطاع الثقافة والإعلام في نسخته الأولى بعنوان دور الإعلاميين في مناصرة قضايا التعليم في ظل الأزمات والطوارئ، برعاية كريمة من الفرقة 18 مشاة وجهاز المخابرات العامة بولاية النيل الأبيض. المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على كافة القضايا التعليم ومناصرة التعليم فيه كإعلاميين، ويتناقش بعض المحاور فيها دور الإعلام فيه. والمنتدى سوف يكرم شخصية إعلامية للراحل المقيم بيننا شيخ الصحفيين الأستاذ الصادق عبد الساوي جمعة. يمثل هذا المنتدى انطلاقة حقيقية لأعمال الثقافة والإعلام في كافة الولاية. مشاهدينا، انتهت النشرة المحلية، وهذا تذكير بأهم العناوين. رئيس الوزراء يتفقد النازحين بشمال دارفور ويتعهد ببسط الأمن وإحلال السلام. تحالف شباب وفئات المجتمع يقود مبادرة مجتمعية لتعزيز عملية السلام بالبلاد. جمعية سيما سودانية تقدم خدمات علاجية مجانية لمرضى العيون بأم بدة والخرطوم بحري.
انتهت النشرة المحلية قدمناها لكم من قناة الشروق. لمزيد من الأخبار والمعلومات لكم أن تزوروا موقع القناة على الإنترنت الشروق.net. وإلى اللقاء.